مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر النهارده. النهارده الخميس، عندنا ليله عامره وطويله واحداث كثيره وحوارات ممتده. بس قبل اي كل شيء، مساء الخير يا منى. اهلا بيك يا خيري، اخبارك ايه؟ الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك، كله كويس؟ افتقدناك يوم الثلاثاء. ربنا يخليك. مشاهدينا في كل مكان، بنرحب بحضراتكم ونتمنى ان حضراتكم يعني تكونوا متواصلين معانا من خلال حلقه اليوم، لان بالفعل زي ما خيري قال الحلقه مليانه احداث كثيره جدا، الاخبار كتير، ضيوفنا كمان موجودين ان شاء الله هيكونوا معاكم ومعانا بيتكلموا بموضوعات هامه جدا يعني بتمس حياتنا اليوميه. عندنا، انا عارفه ان انت عايز تتكلم في موضوع معين، بس نقول الاول ماشي. احنا عندنا ايه النهارده عشان نترك الميكروفون لزميلي العزيز خيري رمضان، عنده موضوع عايز يتكلم مع حضراتكم فيه. طبعا بعد المقدمه عندنا الفاصل، وبعدين مجموعه من الاخبار فيها تقارير وفيها اتصالات هاتفيه، وبعد كده احنا عندنا لقاء مع الاستاذ عصام الامير وهو رئيس القناه الثالثه. النهارده القناه الثالثه بتمر ب 25 سنه فاتوا على انشاء القناة الثالثة. كلنا بنحبها، أنا شخصيا في برامج كتيرة جدا وزملاء وزميلات أعزاء جدا على قلبي، أنا بحرص على مشاهدة برامجهم. ابتدت تعمل طفرة في حياتنا الإعلامية، وابتدت تبقى بداية لمجموعة من القنوات، وفي تطوير كبير جدا بيحدث في هذا القطاع، قطاع القنوات الإقليمية. هيبقى لقاء مهم جدا، يلي استكمال للفقرة الدينية، فقرة الفضائيات الدينية اللي ابتداها معاكم خيري يوم الاثنين الماضي، واعتقد ان دي هتتعمل ملف على اكتر من حلقه، وفي لقاء فني هنعمله انا وخيري مع الفنانه الجميله سلاف، وزوجها يكون موجود وابنها، هتبقى حاجه جميله ان احنا نشوف عيله فنيه في غايه الروعه. وفي الاخر نبدا الكلام مع خيري رمضان. الميكروفون الان معك زميلي. على طول كده. طيب النهارده زي ما منى قالت، انا هكمل ملف القنوات الدينيه، وزي ما قلت لحضراتكم انا داخل منطقه شائكه جدا، كنت اهدف من خلفها الى الحوار، وما اعتقدش ان انا قلت ولا مره قفل. زي ما توقعت بالظبط، كل واحد تحسس على راسه. قناه الناس النهارده الدكتور الفاضل خالد عبد الله افرد حلقه كامله للحديث عني ومعي، وبطريقه معروفه في الحوار، يعني انا ممكن اوديه في سكه دلوقتي وراح واخد الكلام ومقتطع من كلامه وقايل اللي انا عايزه، فراح مدخلني جهنم، وراح قايل ان انا يعني ضد الدفاع عن الاسلام. ما بيقولش كده بشكل مباشر، عايز اقول لكم هو قال ايه. بس طبعا قال ان احنا لا نشكك في نواياك، ولكن الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه. وقال ان قناه الناس مش قناه دينيه، ولعلكم تذكرون انا ما جبتش اسم ولا قناه وكنت حريص على ذلك. وبتكلم تاني علشان هنكمل الملف، من يعمل صالحا وبمهنية وبترخيص ولديه علم، نحن في أمس الحاجة إليه. نحن نتحدث عن الفتاوى الشاذة، عن ممارسة الدجل والشعوذة عبر قنوات فضائية. ما بنتكلمش عن العلماء، العلماء اللي بيتكلموا عن ديننا وبيبسطوا لنا علوم الدين. الدكتور خالد عبد الله قال قناة الناس مش قناة دينية. مين قال إن احنا قناة دينية؟ ده احنا بنقدم كل حاجه. وبين الجمله والجمله بيقول الرئيس مبارك، يعني ايه؟ كاننا مثلا في مؤامره كده كونيه، فبيحمي نفسه، فكل ما يتكلم يقول لك الرئيس مبارك والرئيس مبارك ونحن مع الرئيس مبارك. يا عم احنا بنتكلم في قنوات دينيه بتعمل ازاي. قال رغم ان شعار القناه قناه تقودك الى الجنه، اتكلم عن، بيقول لي انت عايزنا نسكت عن سب السيده عائشه رضي الله عنها؟ حد قال كده يا عم؟ وحد موافق ان السيده عائشه تسب؟ ما انا كنت بتكلم ايضا عن القنوات الشيعيه اللي على مايل سات واللي تبث لينا وبنسمعها. طب هم يشتموا وانت تشتم وتبقى معركه، وتقول لي الهدف هو حمايه مصر؟ فين حمايه مصر في ده؟ فين لما نعمل فتنه ما بين السنه والشيعه والمسلمين والمسيحيين؟ هدفنا واحد، هدفنا واحد، ومش هشكك في نواياك، بس هقول لك برضو ان الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه. فوانا بناقش، احنا بنطرح قضيه، عايزين نعرف كيف نقنن. يقول لي ما القنوات الرياضيه بتعمل فتنه. ما بتعمل فتنه، وصدر قرار بايقاف زميل عزيز الدكتور علاء صادق، وشايف ان في تفاوت كبير جدا وفي تقصير، لان في تجاوز حاد، في تجاوز في القنوات وفي برامج التوك شو. قد يكون عندنا وانا قابل للتصويب، لكن مش معنى ان في هنا يبقى ما فيش هنا.
وبعدين راح ماسك الجملة بقى قنوات فنانين وبتجيبوا فنانين والعري والتمثيل واحنا بندعو الى الله. يا حد قال ما تدعوش الى الله؟ حد اعترض على عالم بيقول ان ده طريق ربنا؟ لكن هي طريقة التلبيس. قال جاب شيوخنا لكن ما جابش القس زكريا بطرس. ما جبتوش لان شيوخنا بنتكلم فينا وفي بعضينا وفي فتوانا فيمكن ان نقبلها ونختلف، لكن زكريا بطرس بيثير فتنة، بيقول كلام حقير، نشره انا لا استطيع ولا اجرؤ على نشره او اذاعته لانه يحدث الفتنه، وده جزء من مسؤوليتي. اذا كنت شايف ان هي صح عشان تستفز الناس فنقول لا استحق يديهم وخليهم يشتموهم وتبقى معركه، يبقى انت كده ما بتوقتش فتنه ولا حاجه، انت عايزني اشعل فتنه. وراح مدخلني في الشيخ خالد الجندي وقناه ازهري واعلن ميزانيتها. طب انت ما بتعلنش ليه؟ طب هو اعلن، هو انا اتكلمت عن الشيخ خالد الجندي ولا على قناه ازهري؟ انت ليه بتحدد قناه ازهري طول الحوار؟ قاعد يقول والشيخ خالد الجندي واعلن التمويل والشيخ خالد الجندي. طب يا سيدي وحد جاب سيره الشيخ خالد الجندي؟ الشيخ خالد الجندي طلع وواضح وصريح وقال ده تمويلنا وتمويلنا منين وبكام. احنا عايزين بقيه القنوات تعمل كده ونعرف مين بيمول بالخليج ومين بيمول بايه. قال يقول لي الناس اللي قالوا ده اي الكلام ما حدش قاله ابدا. طب حديك من الشعر بيت يا سيدي ولا تزعل، انا كنت حريص ان اقدم الاشياء لان مش الهدف اشخاص، الهدف اللي بيفتي بغير علم لا يجب ان يظهر على شاشات التلفاز ويكلم الناس في بيوتها، علشان البلد محتاجه ناس تنورها مش ناس تضلمها. خد يا سيدي، قال فتوى الكرسي، مين اللي قال فتوى الكرسي واللي قعد عليه؟ اتحدى ان يكون فيه شيخ قالها. ابتدت هذه الفتوى بموقع الشيخه ام انس، وراح متصل شعل الشيخ ناصر الفهد على قناة الخليجية وأيد فتواها الشيخ فضيلة الشيخ محمد المنجد اللي طالب قبل كده بقتل ميكي ماوس، ده كان على قناة البدر. والسيدة الفضيلة قالت اللي وافق عليها السادة المشايخ العظماء، قالت إن السلف الصالح وأوائل هذه الأمة وهم خير خلق الله كانوا يجلسون على الأرض ولم يستخدموا الكراسي ولم يجلسوا عليها، ولو فيها خير لفعله حبيبي وقرة قلبي وروح فؤادي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان. ثانيا، إن هذه الكراسي وما شابهها صناعة غربية، وفي استخدامها والإعجاب بها بما يوحي بالإعجاب بصنعها وهم الغرب، وهذا والعياذ بالله يهدم ركنا عظيما من الإسلام. خد يا سيدي، سيدي الفاضل فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وهو بيرد على سؤال إحدى المتصلات على قناة الناس، قال ان ما ينفعش الست تتفرج ولا تقعد قدام الانترنت ولا التلفزيون من غير محرم خالص، وقال لانها هتفتن بما تراه، واستند الى الشيخين عثمان الخميس وسعد الغمدي اللذان عللا فتواهما بان النت يتيح المجال للمرأة للتحدث مع الاجانب. واحد المتصلين يا سيدي سأل فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني فقال له هل الصلاة في القميص والبنطلون باطلة ام مكروهة؟ فرد عليه قائلا لا هي ليست باطلة بل مكروهة، لأن البنطلون قد يجسد العورة، ما نصليش بقى كلنا، لا لازم نلبس جلاليب لا هتبقى صلاتنا مكروهة. وشخص آخر طبعا سأله عن استخدام الجرائد في الأعمال كدهان السيارات وغير ذلك فقال يجيب جرائد أجنبية. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هل يا ترى هو ده الإسلام؟ هي دي قضايانا؟ هي دي الأمة اللي عايزة تتقدم؟ على العموم احنا طرحنا جزء من الموضوع وسمعنا آراء عديدة ومختلفة، لم يكن فيها كلام عن الإغلاق ولكن كان فيها كلام على وجود لجنة تراقب أعمال هذه القنوات، كل التلفزيونات يا سيدي دينية ورياضية وفنية وسياسية واللي انت عايزه. وكان هناك رأي ان اللي يطلع يتكلم يبقى معاه رخصة. النهاردة احنا هنتكلم نتيجة لهذه الرخصة هو ايه اللي حاصل في الدجل والشعوذة والطب البديل، ومش عايز افضل اجمع حاجات كتير من اللي بيعالجوا بالحجامه على الهوا واللي بيطلعوا الجن وانت قاعد تتفرج عليهم واللي بيعملوا وصفات وبيقول لك بدون ما تعرف الوصفات. عايز اقول لك وقايع جرائم بتحصل كل يوم. طبعا وزاره الصحه اقول لحضراتكم في كام قناه، حتى القنوات التي لا تملك برامج صريحه واضحه لهذه الامور تلجا الى تخصيص خطوط ساخنه للاتصال والاستفسار.
ففي قناة الناس والحكمة والرحمة والخليجية وغيرها ستجد خطوطا ساخنة للعلاج بالطب النبوي وتفسير الأحلام والرقية والحجامة. هل ده جزء من الترخيص يا دكتور؟ إعلانات بتتضمن معلومات طبية وعلاجات بالأعشاب ليتم ترويجها بدون الحصول على رخصة من وزارة الصحة. طب هيقول لي وهي وزارة الصحة اشتكت؟ وزارة الصحة اشتكت وتقدمت ببلاغ للسيد النائب العام وطالبت بإجراءات ضد القنوات الفضائية وحددت هذه القنوات. الدكتور صبري غنيم مدير إدارة الترخيص بوزارة الصحة قال إن الوزارة حددت في اختراتها لوزارة الإعلام والنائب العام للقنوات الفضائية وهي الخليجية والصحة والجمال والحافظ والناس والحياة لمنع تلك القنوات من الإعلان عن الأدوية أو السماح لأي شخص بالحديث في الأمور الطبية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والحصول على موافقتها الكتابية وذلك حماية للمواطنين. الدكتورة مديحة خطاب استنكرت ده وقالت يا جماعة العلاج بالأعشاب والحاجات اللي بتطلع في القنوات الدينية دي كلها مغلفة بالدين دي فضيحة. الدكتور مبروك عطية قال اللي بيتكلموا في هذا الموضوع وقاعدين ينسبوا الأحلام بتفسير ديني ما بيعرفوش يقروا القرآن. قال بيقروا القرآن غلط. أنا بجيب لكم ناس من علماء الأزهر. أنا آسف يا منى طولت شوية. لا 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 هخلص حالا يعني. أنا أتمنى أن الصورة تبقى واضحة للسادة المشاهدين يعني. طبعا في الطب البديل كام بلاغ وكام شكوى مقدمة مش عايز أقول اسمه شيخ كبير جدا من الناس اللي بتتلمع حواليه بيدعي علاج السرطان على الهواء وبيطلب الاتصال بيه تليفونيا والبلاغات من سوريا من كم اللي دفعوه واحد اسمه محمد صيار اتصل بقناة الحقيقة اللي فيها هذا الشيخ وطلب علاج لزوجته عندها 24 سنة ومصابة بسرطان الدم شرح حالته للشيخ الهاشمي بعد 10 أيام اتصلت بيه الدكتورة حنان من قناة الحقيقة طلبت إيداع 25,000 ليرة سورية وبعدين 10,000 ليرة وبعدين 10,000 ليرة وبعدين اتبعت الدواء الأول والدواء الثاني الحالة اتدهورت تماما بعد ما الشيخ قال له وقف العلاج الكيماوي فالحالة اتدهورت. حالة تانية أبوه مات ولم يصل الدواء ولم يحصل على فلوسه ومقدم بلاغات للحصول على هذه الفلوس. هذه هي الأسباب اللي بتخلينا نتكلم عن قنوات تحمل شعارا دينيا ماليش دعوة بالقنوات المحترمة التي تقدم علما حقيقيا واللي بيتكلموا فيها علماء ومعهم علم ورخصة هذا العلم. لابد من جهة تقول ان الناس دول مؤهلين ولا مش مؤهلين. مش انا لا افهم. انا بجيب علماء يتكلموا. نحن هنا دورنا ان احنا نقدم الاراء ووجهات النظر. في دجل في شعوذة في مش طب في نصب في اعلانات وهتسمعوا حاجات هنسمعكم واحنا معاكم المكالمة بجنيه ونص علشان تعمل مكالمة واحدة وبقى قابلني ان خدت جواب شوف هتدفع كام. هو ده الدين يا دكتور خالد اللي عايزنا ندافع عنه؟ نحن ندافع عن الدين الحق. احنا عايزين دولة آمنة نقدم فيها كل ما هو صحيح. فاحنا عايزين ننقي نقدم من هو صالح ومن هو غير صالح وإذا أخطأنا فلنا أجرا. تفضل يا أستاذة. فاصل سريع ونقول لحضراتكم مجموعة من أخبار. تفضل.